من وحي كسرة خبز اقتسمها الإمام الطيب وأخيه البابا فرانسيس، كنت شاهداً على ولادة وثيقة الأخوة الإنسانية في بيت القديسة مارثا. استمر الرمزان في صياغة هذه الوثيقة التاريخية والإعداد لها قرابة عام كامل حتى خروجها إلى العالم في 4 فبراير 2019. واليوم بعد عامين من توقيع هذه الوثيقة الإنسانية نرى العالم كله يحتفي بها لتحقيق هذا الحلم الذي بدأه قداسة البابا فرانسيس وأخيه الإمام الأكبر أحمد الطيب، ليصبح لنا اليوم حلم، حلم لكل الإنسانية. لقد اختار العالم السير في طريق الأخوة الإنسانية، هذا الطريق الصعب الذي شقه البابا فرانسيس والإمام الطيب، لأنهما آمنا بضرورته من أجل سلام البشرية وخيرها. وعلينا أن نستثمر هذا الاحتفاء لحشد الرأي العام العالمي نحو العمل بقيم ومبادئ تلك الوثيقة، وتنسيق الجهود وتبادل الأفكار والرؤى حول كيفية تطبيقها وتحويلها إلى واقع، والاحتفاء بالأشخاص الذين قدموا إنجازاً حقيقياً من أجل خير البشرية وسعادتها. الأخوة والأصدقاء في كل مكان من حول العالم، في اليوم الدولي للأخوة الإنسانية دعونا نجدد طاقاتنا ونستعيد عزيمتنا كي نواصل السير معاً في هذا الطريق. دعونا نملأ أرواحنا بالحب والسلام، دعونا نفجر الهمم والطاقات والأفكار والرؤى، دعونا نستذكر إخواننا الضعفاء في كل مكان من أجل عالم ينعم فيه الجميع بالأمن والسلام والوئام والسعادة والحب، بغض النظر عن أعراقهم وأديانهم ولغاتهم. إننا في اللجنة العليا لتحقيق أهداف هذه الوثيقة التاريخية سوف نستمر معا معكم في العمل لتحويل مبادئ هذه الوثيقة التاريخية إلى واقع يعيشه البشر. سوف نستمر في مواجهة كل مظاهر الإقصاء والكراهية والعنصرية والتمييز. سوف نمد جسور التعاون لكل محب الخير، لكل محب الإنسانية، لكل مؤمن بالقضية، قضية الإنسان. مهما كان اختلافات، مهما كان ألوان، مهما كانت مظاهر التمييز والفرقة، سنفكر فقط في الإنسان، في إسعاد الإنسان، لأن الأديان كلها جاءت لإسعاد البشرية وليس لشقائها.